خلينا نشوف بقى جامعة أسيوط اللي أنشأت مجمع خدمات هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية. المجمع بيضم مكاتب سجل مدني واستخراج جوازات سفر ومكتب للشهر العقاري. طبعا وده غير أن هذا المركز فيه مكتب توثيق ووحدة مرور علشان يوفر كل هذه الخدمات للطلاب والعاملين في هذه الجامعة. المجمع ده من الحاجات المتميزة في جامعة أسيوط، وبيشمل عندنا مكتب سجل مدني، وعندنا مكتب خدمات شرطية وخدمات جوازات وهجرة، وبرضه عندنا مكتب تصديق خدمات وتابع وزارة الخارجية، بيبقى بيختص بتوثيق الشهادات واعتماد الجهات الأجنبية. عندنا مكتب التوثيق العقاري في الجامعة، برضه في مكتب الضرائب العقارية. كل الخدمات دي بتتم داخل الجامعة في وحدة متكاملة للخدمات، ودي تابع الإدارة المركزية، بالإضافة لعندنا وحدة ترخيص المرور داخل الجامعة، ودي بتقوم بترخيص السيارات لجميع العاملين بالجامعة وكذلك أعضاء التدريس. طبعا بالنسبة للمكتب الجوازات والهجرة برضو بيستخرج جوازات السفر لاستعداد أعضاء التدريس والعاملين بالجامعة. يعني عندنا الحمد لله مكتب متكامل أو مركز متكامل لجميع الخدمات اللي بتتم داخل جامعة أسيوط، وده يعتبر مركز متميز وبيقدم خدمة متميزة للزملاء في الجامعة. مجمع الخدمات اللي موجود في جامعة أسيوط ده يعتبر من أكبر وأول مجمعات الخدمات في الجامعات المصرية، وبيخدم قطاع عريض جدا من الجامعة، حوالي 27,000 موظف، 15,000 عضو هيئة التدريس، بالإضافة عدد الطلاب اللي موجودين. في مكتب خاص بحجز تذاكر قطارات السكة الحديد، في مكتب خاص بالسجل المدني، في بالشهر العقاري، وفي حضرتك بتصريح العمل والفيش، وفي مصلحة الضرائب العقارية، وفي جاري إنشاء بعض الخدمات الأخرى داخل المجمع، ودي فكرة عظيمة جدا للعاملين بالجامعة ولأقارب العاملين في الجامعة سواء عاملين أو أعضاء تدريس. وده تم طبعا بمجهود كبير جدا من سياده الرئيس وسياده النائب والسيد امين عام الجامعه وكل العاملين في قطاع الخدمات الداخليه. المجمع فرق جدا مع الطلاب واعضاء هيئه التدريس في استخراج كل الاوراق الرسميه الخاصه بهم وبزويهم، وفرق جدا في توفير الوقت. احنا بنوفر كل حاجة جوه المجمع، في كل الشهادات المطلوبة، كل حاجة عاوزة تطلع بتتوثق سواء في توثيق الخارجية او في الجوازات. فكرة ان احنا بنوفر عليهم الوقت والجهد، عامة بنوفر حاجات كتير جوه المجمع بطريقة سلسة وسهلة جدا، و توفيرا على كل السادة أعضاء التدريس والموظفين والطلاب.